ولنقاش ملف الواقع التعليمي في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم الأستاذ سلوان العاني. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا. وفقا لآخر إحصائية لوزارة التربية فإن العراق أو في العراق أكثر من 5 ملايين أمي، وهو رقم مقارب لما أعلنت عنه منظمة يونسكو بأن هناك 6 ملايين أمي في العراق. فيما تتمثل مخاطر وانعكاسات هذه الأرقام الكبيرة للأمية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما هو معلوم أن التعليم أحد ركائز بناء أي دولة حديثة، وبدون تعليم لا توجد دولة. الحقيقة أن موضوع التعليم هو مهم في بناء دول متقدمة، وتحرص الدول على تعليم أبنائها بناحية القراءة والكتابة والرياضيات والتاريخ. هذا ما كان موجود سابقا. الآن الأمية تعرف ليس فقط بهذه المفردات، إنما بالتعليم الرقمي الذي يفتقر إلى كثير من الطلبة في هذا اليوم. الأمم المتحدة تشير في اتفاقياتها أو ضمن أهداف التنمية المستدامة تمكين الأطفال من حصول على حق التعليم المجاني والإلزامي في المرحلة الأساسية. الدستور العراقي إذا أخذناه حالياً، في المادة السادسة هناك تكافؤ فرص، حق مكفول لجميع العراقيين اتخاذ الإجراءات لتحقيق ذلك. هذا ما يقول الدستور. وأيضا الدستور المادة 34 التعليم عامل أساس. لكن حقيقة ما نجده هو كلام موجود في كتب أو في برامج، لكن ليس له تطبيق على أرض الواقع. اليوم الدولة تعبر عن تخلفها وانكباب عملية تعليمية فيها إلى كل المؤشرات العالمية تقول ذلك، أنه العراق في أسفل السلم التعليمي، وبذلك يكون الأميين، هذا العدد من الأميين هو تحصيل حاصل لما سوت الحكومة العراقية والاحتلال الأمريكي. يعد التربويين العمود الفقري لإنجاز أي عملية تعليمية في الدول المتقدمة، لكن في العراق كان هناك مدير تربية كركوك اليوم محاطا بمسلحين، وقام بطرد صحفيين من مدرسة ابتدائية أثناء تغطية مؤتمر صحفي عن العام الدراسي الجديد. كيف يمكن التعليق على سلوك المسؤول التربوي؟ نعم، أنا لا أفهم أنه بداية عام دراسي يعني أن يكون قرع الجرس من قبل مدير التربية في مدرسة ابتدائية اللي هي مدرسة الكندي. أما وجود الحماية، هذا موضوع يمكن مخصصته الدولة إلى لأسباب أمنية، لأن اليوم لا يوجد مسؤول في العراق يسير بطولة في البلد بدون حماية. لكن يجب أن يكون واضح أن الحرم الدراسي ابتداء من المدرسة الابتدائية وانتهاء بالجامعة، يجب أن يكون هؤلاء خارج الحرم المدرسي، ويجب أن لا تكون هنالك أي حالة عسكرية داخل المدرسة. وبالتالي يجب أن نسمع ما هي التهيئات التي قامت بها التربية والمدرسة لبدء عام دراسي. لا يكفي أن نقول كما يقول على شخص في وزارة التربية أن انطلاق العام الجديد إعداد أجيال متسلحة بأرقى العلوم والمهارات وفقا لبرامج وزارة التربية. ما هي هذه البرامج وزارة التربية؟ ما هي؟ لم نعرف ما هي البناء اللي قامت بوزارة التربية وبرامج تتناسب مع التطورات العالمية في التعليم الحضوري أو الرقمي. لم نجد شيء يقول يعني هذا الشيء. وكان من الأفضل أن تعمل المدارس بصمت وتهيئ مستلزمات الدراسة أفضل من الجانب الإعلامي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سلوان العاني الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة.